بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هضم التوكم تاع المرسير اللي جو فوق المرسير اللي هما هنا يجوا هنا فوق المرسير هضمهم فوق. هضم إذا كان فيهم مشكلية كي تبدأ تدور في الفولون يمين يسار تسمع تقرقيبة شفتها. أسمع أسمع هذه معناتها معاش فيها. اسمع فيها اسمع شام هذه ما زلت يعني لبس عليها شفتها كي تدور حتى بصبعك تدور عادية ما فيها شيء. أما هذه بصبعك ما تنجمش تدورها شفتها بصبعك ما تنجمش تدورها إلا ما تقوى عليها. ساعات يبدأ واحد مثلا يدور على اليمين على الأخر على الأخر يسمع ضربة يرجع على اليسار على الأخر يسمع يسمع الخرخيطة. هذه تلقى عنده جهة من جهات فيها واحدة يعني متكونسة مش باهية. هذه طبعا هو ما دام فكينا نغيروه من الاثنين فرد مرة من الأفضل يعني. هذه شوف كي تدور هنا ما فيها شيء دور على صبعك هذه دور يمين ويسار هذه كي تدور أنت الفولون كي تدور أنت